بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله نبدأ النهاردة بإذن الله الموضوع مع بعض تاني، نكمل الموضوع بتاعنا اللي هو الليرنينج أوبجكت، كائنات التعلم بالفلاش، ونشتغل عليه بإذن الله. هظبط بس مواعيد محاضراتي. المشكلة اللي أنا تاني أسبوع في محاضرات الكلية وعندي كم كبير من محاضرات الترم ده، فعلشان كده اللخبطة بس شوية، فالناس تعذرني معلش. إن شاء الله النهاردة هنكمل الموضوع بتاعنا اللي هو كنا خدناه المره اللي فاتت، اللي هو الاكواد اللي داخل الفلاش، وهناخد موضوع جديد باذن الله تعالى. وهناخد موضوع جديد باذن الله تعالى في الشغل ايه؟ بتاعنا باذن الله. تمام كده؟ في حد عنده اي تساؤل قبل ما نبدا؟ على خير ان شاء الله. قبل ما ابدا اعمل شيرنج، في اللي فات نشرح حاجه، نوضح حاجه، نتكلم في اي حاجه قبل ما نبدا في الكلام كله. حاضر، يعني هنتكلم كده عن الفيديو تاني. حاضر، هنتكلم عن الفيديو والصوت تاني بتوسع اكتر عشان الناس توضح معاها اكتر. ايه تاني عندكم في لبس من خلال التطبيقات معاكم اللي الناس بدأت تطبق؟ ايه تاني؟ مفيش اي حاجه اللي هي رشا سهل تختار اختيارات الفيديو؟ الناس معايا ولا مش معايا؟ لا ما بنهكش، انا ساكت، انا ساكت لحد ما انت تسأل. بس هو في ناس اختارت ادخال الفيديو، فانا بسأل على تساؤلاتكم عشان ابدا احدد محاضرات تانية نعيد فيها الاجزاء اللي وقع معاكم. بس خلاص كده ما بنهكش ولا حاجه معاكم يعني. فالناس كده في ادخال الفيديو هنعيده تاني، والصوت هنعيده تاني ان شاء الله مع بعض. ايه تاني محتاجين نعيده؟ يلا نبدا المحاضره. مفيش كده، ماشي. هنبدا دلوقتي نعمل شيرنج. الناس لسه ما دخلتش في المود معايا، هنبدا نعمل شيرنج دلوقتي ان شاء الله تعالى. الناس الشيرنج كده ظهر عندهم. ماشي، لسه انا معاكم خالص اهو لحد ما يظهر عندكم. ظهر الشيرنج كده عندكم.
ظهر عند الناس كلها كده. احنا فتحنا الملف اللي اشتغلنا عليه قبل كده علشان نكمل فيه الاقوال اللي احنا ما خدناش المره اللي فاتت. هناخد بعض الاقوال دلوقتي وبعض الاقوال ان شاء الله نكملها مع نهايه المحاضره بتاعتنا في اخر محاضره باذن الله تعالى. النهارده الموضوع بتاعنا هيبقى مقسوم لجزئين، نتكلم معانا بعض الاقوال، والجزء الثاني المحاضرة هنتكلم على حاجة اللي اسمها الكومبوننت، اللي هي المكونات اللي عندي جاهزة زي البيري زي كده. شايف كده؟ ده اللي هنتكلم عليه في المحاضرة، بعض الخاصة بالأكواد وخاصة بالكومبوننت، اللي جوه الفلاش جاهزة هنبدأ نشرح ونشتغل عليه. حاولي تتابعي معانا وتابعي معانا الموضوع ان شاء الله في الفيديوهات السابقه، وهبقى معاكي لو في اي حاجه تواصلي معايا ان شاء الله افهمها لك، مفيش اي مشكله. خلاص؟ يعني حاولي بس تجتهدي معانا تفهمي فيها ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل معاك باقي الاكشن بتاعنا النهارده بال ربط الملف بتاعي بموقع خارجي بره على مواقع الانترنت. خلاص؟ فانا عندي فاكرين ان احنا الاكشن بنعيد اهو، بنعمل ريفريش. احنا الاقواد اللي خدناها المرات اللي فاتت كان كود او كودين بس لموا لي الليرننج اوبجكت بتاعنا كله خلال ربط الليرننج اوبجكت اللي هو الكود. لما بنخش ويندو بنخش اكشن اللي هو جوت اند بلاي، فاكرينه؟ واتكلمنا على جوتو اند بلاي التفصيل بتاعه اللي مربط بين فريم وفريم، ازاي نربط بين ملف وملف، فيديو وفيديو وهكذا. خلاص؟ اعمل كود جديد مثلا لكلمه مثلا او زرار او اي حاجه عندي بموقع خارجي. انا ماشي كاتب تكست اي كلمه بس مثلا جو مثلا، وهبدا اعمل جو دي هبدا اعمل عليها الكود اللي هو يربطني لما اجي بيانات معينه، والبيانات دي عندي توضيح ليها اكتر في ملف تاني. في ملف تاني يعني ايه؟ اللي هو مثلا في ملف خارجي على الانترنت مثلا يقدر يشوفه وهكذا. فهربط الكلمه دي بكود معين اللي هو حاجه اسمها جيت يو ار ال. جيت يو ار ال ازاي؟ بخش على ويندو مثلا وبخش على اكشن وبختار منها في البراوز نتورك، هنا بختار الجي تي ار ال. ثواني كده معايا اكشن ليه مش ظاهره؟ معلش ماشي، لازم نحولها الاول لحاجه، احنا نسيت دي نسيتها انا معلش. نحولها للموديفاير ليه عشان يبدا يشتغل عليه. فاحنا هنحول تبقى زي باتون كده مثلا عن طريق الموديفاير توصل لي حاجات ثانيه كنا خدناها قبل كده، وبعدين كده نخلي ندوس اوكي. فبقى جودي زي باتون واقف عليها واخش على اكشن على جيت يو ار ال. ماشي؟ جيت يو ار ال دي بتديني الايميل بتاعي. اليو ار ال بتاعي هو ايه؟ انت هتربطه باني ملف؟ هتربطه باني صفحه؟ فانت عندك ممكن اربطه بسريريه، بمعنى ايه؟ انا ممكن يبقى عندي صفحات اتش تي ام ال، عندي صفحات داخليه جوه الليرننج اوبجكت على نفس الروت على نفس المكان اي دوت اتش تي. فبكتب الصفحه مثلا اتش تي ام ال على سبيل المثال، دي صفحه داخليه مربوطة على موقع. مش صفحة مربوطة على ايه؟ على موقع. دي بالنسبة لليو ار ال. طب وبالنسبة للويندو؟ بيقول لك الويندو دي انت عايز تفتحها فين؟ عايز تفتحها في نفس البراوزر بتاعك ولا في بلانك جديدة ولا يبقى بلانك من البلانك اللي انت فيه؟ زي ما انت بتشوفه على اللينكات بتاعت المواقع كده، لما انت بتدوس على لينك في الموقع ساعات بيفتحها لك في نفس الصفحة وبيخليك اللي انت عايز ترجع لها ترجع لها عن طريق الباك، وساعات بيفتحها لك في بلانك جديدة، هي حسب اللي انت عايزه في ايه.
فاحنا بنخليها بلانك جديد عشان يفتح على الليرنينج اوبجكت يبقى مستقل لوحده. خلاص دي لو انا عندي فايلات انا عاملها اتش تي ام ال جوه نفس الروت او نفس الباص بتاعي. طب لو انا هجيب هربطه بموقع خارجي، انا مثلا هنقفل دي كده، عندي مثلا عايز ازود في معركه حطين دي لقيت موقع تاريخي عارضها اكتر، فاجيب اليو ار ال بتاع الموقع واحطه هنا، اخش ويندو اكشن احطه في المكان ده. طب انا احطه فين؟ انا هجيب الكوبي بيست بالظبط، هجيب الكوبي بيست بالظبط قلت مين؟ من فوق اليو ار ال اللي موجود على الموقع. لو انا مش عارف اكتبه، لو انا هكتبه لازم اكتبه بايدي اللي هو الايه؟ اتش تي دي دي بي. خلاص؟ اوريها لكم الاول، نجيب اي موقع كده، هفتح اي موقع معاكم الهوت ميل مثلا. هنجيب اي موقع كده انا بس عشان اوريكم بالظبط بيتكتب ازاي، علشان الناس بعدينا تكتب هي براحتها اللي هي عايزة. ثاني كده هو بيحمل موقع الياهو اهو، شايفين ده ياهو اهو، هاخد كوبي منه اهو وهرجع للفايل بتاعي تاني. شايفين ده اليو ار ال اللي انا لازم اكتبه لو انا هعمل اتش تي تي بي نقطتين في بعض باك سلاش تو باك سلاش وبعدين اسم الموقع بالكامل ده او الباص بتاعي بالكامل او صفحه كده شافت اللي انا عملته. انا خدت كوبي من الموقع، لو انا بقدر اكتبه هكتبه انا بيدي. ماشي، ما انا سكت شويه، انا بسكت شويه معايا كده. فكده دي الجيت يو ار ال. هو واضح بالنسبه لك؟ انا عايز بس يبقى واضح بالنسبه للناس كلها. واضح كده للناس كلها؟ دي بالنسبه لنا من الحاجات دي كلها. تمام كده واضح معاكم الصورة واضحة بالظبط. مفيش مشكلة، ممكن تكتب الأمر يدوي، لو ما ظهرش عندك شايف الأداة دي؟ شايفين الأداة دي؟ الأداة دي لو ضغطت عليها قبل ما تكتب الكود هيفتح لك الجزء اللي فوق. الأداة اللي أنا واقف عليها دي هيفتح لك الجزء اللي فوق اللي مش ظاهر عشان لو أنت مش عارفة تكتبي. عشان ساعات الأمر اليدوي لما بكتبه بتبقى مشكلة وأنا مش واخد كوبي بيست. اللي بيبقى فيه نقطة ناقصة، الباك سلاش معكوسة، فما بتنفذش الأمر اللي بعد الناس في الكود. خلاص كده؟ ده بالنسبه للكود الجي تي ار ال، هو بسيط زي ما الناس شايفينه والناس بتقول عليه واضح، بس هو بيعمل شغل كبير ان انت ممكن تربطه بمواقع اخرى وحاجات كده. عندي مجموعه اقوال بس هتتاجل مع تنفيذ، لما احنا اتفقنا في الكورس بتاعنا اللي احنا هنشتغل على الجزء الخاص بايه؟ اللي احنا نعمل مستودع رقمي ونجمع فيه كذا حاجه، احنا هنعمله ازاي في الفلاش. فده هبدا اشغله ازاي؟ اللي هي الاقوال الثانيه اللود موبي واللود فاريبلز والان لود موفي. الحاجات دي هنجمعها الاكواد، الثلاث اكواد دول هناخدهم قدام ان شاء الله، يعني بعد المحاضره الجايه دي باذن الله او المحاضره الجايه هنشتغل مع بعض فيهم. عندي كود اللي بيعمل لي بقى لو انا هعمل
الليرنينج لوجز بتاع الاسطوانه، لو انا عايز افتح ملفات زي الوورد زي البي دي اف والحاجات اللي هو الاف اس كوماند ده، شايفين الاف اس كوماند ده؟ الاف اس كوماند ده بيعمل لي لو انت عايز تعمل ايه سين الشاشه بتاعتك، لو عايز تفتح بي دي اف، لو عايز تفتح وورد، حسب اللي انت عايزه. ملفات بقى داخليه جوه تفتح فوق الايه؟ فوق الليرنينج اوبجكت تختار الاف اس ديسك ده. هنلغي الكود بتاعنا القديم ده خلاص ونشوف الاف اس ديسك الكوماند ده بيعمل ايه. شايفين انا بضغط عليه اهو. فبقول لك البرامتر انت هتختاره فيها. كان في النسخ القديمه لما بتختار من هنا الاختيار اللي انا واضح قدامي ده بيظهر لك الاختيارات بتاعته هي اوبن ولا اي اكس اي ولا ايه بالظبط. عشان هنا برضه بياخد الايه؟ الامر اكزت. انا بكتبها بقى دي، انا بكتبها هنا لانش هنا ده اختيار معايا، وساعات انا بكتبها بايدي مكان لانش دي بكتب مثلا اي اكس هيفتح في الملف ده سكرين مش اي سي فول سكرين فول. الناس اللي اشتغلت على النسخ القديمه اللي هي قبل فلاش 5 وقبل فلاش سي اس 4 كان بيظهر لي الاختيار ده هنا، بيظهر لك الاختيار اختيارات كتيره فول سكرين عاوز اكزيت اللي هو بتاع الخروج بدل ما انت بتكتبه بايدك خلاص. فانا بكتبه انا بايدي في الجزء ده فبيعمل لي لما يعمل لي بي اكس اي لما الملف يبقى اكس اي تلاقيه فتح فول سكرين على الشاشه كلها حسب مقاس الشاشه بتاعتك. مكان فول سكرين ده برضو انا بكتب اللي انا عايزه. لو انا عايز افتح ملف بي دي اف بكتب اسمه هنا مثلا اس اس دوت بي دي اف مثلا خلاص بيبدا يفتح الملف. بس لازم الملف بتاعي يبقى على نفس الفولدر بتاع الليرنينج اوبجكت بتاعتك بتاع الاي اكس اي اللي انت هتسيبه خلاص كده. واضحه الموضوع ده؟ طبعا في حاجات مش هينفع اجربها قدامكم دلوقتي عشان لازم اقفل الملف اي اكس اي، فانا عايز الناس تجربها وبعدين تديني الفيدباك لو في اي مشكله معاكم خلاص. ده الكودين اللي احنا هناخدهم النهارده وهنكمل مجموعه الاكواد الباقيه اللي هي اللود موفي والعيله بتاعتها على المره الجايه. عشان انا هاخد حاجه جديده النهارده هتعجبكم قوي، ومعظم اللي شغالين على الفلاش ما بيستعملوهاش. معظم اللي شغالين على الفلاش ما بيستعملوهاش. للجزء الثاني من المحاضره واضحين؟ واضحين كده؟ الناس ساكته ليه؟ الناس لما بأجل المحاضرة ولا بأخرها الناس بتتوه مني ليه كده؟ تمام. عشرين المتفاعل معايا اثنين او ثلاثة، فهمتي؟ تمام كده اهو الناس بدات تسخن اهي خلاص كده. هنقفل دلوقتي خلاص ونخش على ويندو. هجهز لكم انا كتب بس الناس معلش تصبر عليا على موضوع الجافا سكريبت ده. كتب كتير عن الجافا سكريبت انا هجهزها لكم كفيديو افات وارفعها للناس تشتغل عليها. واللي عنده تبادل اي خبرات او اي حاجه معاك يسالني وانا معاكم. هنبدا الجزء الثاني من المحاضره دلوقتي خلاص. بس يا ريت الناس تقرا الاسماء عشان ابقى عارف الاسماء، يعني انا حفظت الاسماء بتاع الناس القدامى معايا فعارفهم خلاص. فبيبقى احسن في التواصل. هخش على الاذر بالانس دلوقتي وافتح السينات بتاعتي، احنا كنا عاملين المره اللي فاتت كام سين؟ لو فاكرين الهوم واربعة سين تاني. خلاص ماشي مش هينفع دلوقتي خلاص عذرا انا متاسف للدعم الفني خلاص. معرفش انا الفنيات، الدعم الفني قال لكم اهو اللي مش هينفع دلوقتي. خلاص معلش عذرا. خلاص بعد الشير حاضر. احنا دلوقتي فتحنا اربع سنين قبل كده والهوم بتاعتي خلاص والهوم بتاعتي.
فاحنا هنفتح سين دلوقتي ونشرح عليها الجزء الجديد اللي احنا هنشتغل عليه. فهفتح شير، هاخد شير من نفس الشيء، هاخد سين من نفس السين دي وافتحها دبل كيت. فاكتبين الدبل كيت، دبل كيت سين كده بقت دي 4 كوبي. دبل كيت دبل كليك عليها واغيرها اخليها نيو علشان ايه تبقى مميزه اللي انا هشتغل عليها ايه، اللي انا هشتغل عليها ايه. انا كده واقف على الايه النيو، شايفين انا كده واقف على الايه النيو، واقف على الايه النيو معايا كده. ماشي انا معاك اهو من الارض الراحه خالص، انا فتحت النيو جديده ايه واقف على النيو. هفضيها من كل حاجه، همسح كل حاجه فيها، اخليها بس الباك جراوند والعنوان والتصميم اللي هو بتاع الفارس اللي في تحت ده وكلمه القائم، عشان هبدا انزل عليها بعض المكونات. بقى انا عندي حاجه جوه الفلاش لذيذه جدا اسمها مكونات، زي اللي موجوده في الفيجوال بيزك كده، اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ بخش على ويندو اهو، بخش على حاجه اسمها فين؟ اهي اللي هي كنترول اف 7، دي ترجمتها بالعربي الكومبوننت، ترجمتها بالعربي اللي هي مكونات بعض المكونات. زي ايه المكونات دي؟ لما بضغط عليها كده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الحاجات الجاهزه، زي ليبل للتكست، زي منيو، زي تشيك بوكس، زي خصائص ليها بقى. كل حاجه هسحبها على حاضر، عايز طريقه دي تاني حاضر، ابي امسح خالص اهو مش هزعل حد. بخش على ويندو، من ويندو اي حاجه انا عايز اظهرها على الشاشه عندي بخش على ويندو، الاكشن، السينات، الاذر بالانس بتاعت السينات عشان اعملها والحاجات دي كلها. فبخش على ويندو، ومن ويندو بختار الكيت دلوقتي، الكومبوننت والكومبوننت انسبكتور دي اللي هي الخصائص بتاعتها. فاحنا هناخد اول حاجه اللي هي كنترول زائد اف 7 او من ويندو الكومبوننت. انا واقف عليها اهو لسه ما عشان الناس تشوفها. او كنترول من الكيبورد زائد اف 7 بختارها كده، بتظهر معايا كده معايا ظهر كده مع الناس. ظهر ماشي، الصوت كويس، كل الدنيا كويسه مع كل الناس. بتظهر ازاي؟ انا مش فاهم بتظهر ازاي عندك حاجات تانية. فين ثلاث اجزاء دول؟ انا قاعد ساكت اهو لحد ما تظهر كل حاجه عند الناس كلها.
والله انا ساكت اهو، والله انا قاعد ساكت لحد ما الناس كلها تظهر عندها بالراحة خالص. انا بعيد وازيد. ظهرت عند كل الناس كده. تمام. انا بقى مش عايز الا اخر حته نور ظهر لك كله، انا مش عايز الا اخر حته اللي هي الكبونه. حاضر والله العظيم والله العظيم انا بسجلها، انا بحمد للناس. حاضر والله، يعني تسجيلها تاني يعني بيني وبين للناس. بس خلينا يعني خلينا في اللي تحت ايدينا دلوقتي، هو بيرفعوه تاني، اللي طلع منه يرفعوه ويتابعوا معايا لحد بس ما اقدر اسجلها كلها. خلاص انا محتاج الكومبوننت دي في ايه؟ الكومبوننت دي بتديني جزئين، جزء جاهز لمنيو، جزء للتشيك بوكس هختاره، لتكست انبوت، لتري مثلا، لويندو للصور. خلاص كل ده بيديني الجزء ده، مع ان انا بربطه بكود بيطلع لي حاجات كويسه جدا. خلاص فانا هديكم بعض الاجزاء وهسيب بعض استتبعها تفيد نفسها، هسيب الناس تتبحر فيه. انا بفتح لكم، انا ممكن اعمل ليرنينج اوبجكت كامل عن طريق الكومبوننت، عشان كده انا اتكلمت عليها. ممكن اقدر اعمل ليرنينج اوبجكت كامل عن طريق الكومبوننت، بس لازم ادرسها كما يجب. خلاص فالناس لازم تقرا فيها كويس عشان فيها تطور، يعني ايه، متفرعه في حاجات كتير. الناس كلها ظهرت الشاشه بتاعت الكومبوننت اللي احنا بنشرح فيها كده. تمام؟ اسحب منها حاجه اسمها تكست اريا. شايفين تكست اريا ده؟ انا هعلمكم ازاي تتعاملوا مع الكومبوننت. خلي الناس تطبق وترجع بيا برضو بالفيدباك بتاعها. فانا عندي التكست اريا، اي حاجه من الكومبوننت عشان اخدها على السين بتاعتي او على الشاشه بتاعتي بروح اعمل لها عمليه سحب والقاء كده عشان تنزل على الايه؟ الشاشه بتاعتي. متفقين كده يا اساتذه؟ بروح اعمل لها عمليه سحب، فظهرت عندي كده اللي عندي اللي هو نزل، شايفينه؟ علشان ابدا اغير في خصائص التكست اريا ده بخش فين؟ بخش برضه ويندو، وعندي بدل ما اختار كومبوننت بختار الكومبوننت انس ديدكتور اللي هي شيفت زائد اف 7، بختار اهو ظهرت قدامي اهي. شايفينها معايا؟ انا بسكت عشان الناس يظهر معايا كل حاجه. تمام؟ بغير هنا اسم الفيلد بتاعي، فيلد النيم ده ايه؟ هحط فيه ايه مثلا؟ ده اسمه عشان الكود. الاسم ده خاص بالكود اللي هو فيلد نيم كده. معايا؟ الداتا تايب اللي هتخش فيه، النص اللي هتخش فيه، هل هيبقى نمبر؟ هيبقى اوبجكت؟ هيبقى فون نمبر؟ هيبقى ايه الشكل الداتا اللي هتخش فيه؟ خلاص؟ ايه الشكل الداتا اللي هتخش فيه؟ هو زي الفيجوال بيزك، يعني دي جزء جديد محطوط جوه الفلاش، بس مفيش يعني ناس كتير ما بتشتغلش عليه. على اننا لو اشتغلنا عليه وفهمنا التقنيه بتاعته بتشتغل ازاي هنعمل شغل رائع جدا فيه. خلاص؟ فانا بفتح دلوقتي مع الناس مواضيع ليها. خلاص؟ في كتاب حلو جدا تبع يعني الدار العربيه للعلوم ناشرون، اسمها كده، اسمه دورة تدريب في كتاب،
هتلاقي في جزء بيتكلم عن الكومبوننت ده بطريقه حلوه. معايا لسه مع الكتاب؟ اسمه دوره الدار العربيه للعلوم نشروه. في هو دور التدريس الكتاب ده في كذا حاجه، بيتكلم مره على الفوتوشوب ومره على الفلاش حسب الدوره اللي هو بيقدمها. هو شرح البرنامج كامل، بس بيتكلم في نقطه عن الكومبوننت دي كويسه جدا. ده كتاب موجود في السوق، ده مكتوب موجود في المكتبات. هكتب لكم على الموقع دلوقتي او في اخر المحاضره الكتاب بالتفصيل. خلاص؟ ماشي. فالخصائص دي بتختلف مع كل حاجه من اللي انا بنزلها. اي كومبوننت من اللي انا بنزله بتختلف الخصائص. اسم الفيلد ايه اللي انت الداتا اللي انت هتدخلها هي ايه؟ خلاص؟ معايا؟ الفيلد ده انت عايزه قرايه بس ولا قرايه وتكتب عليه؟ ولا ايه بالظبط؟ خلاص؟ كل دي اختيارات. لو دوست كنترول انتر كده هدوس كنترول انتر واشوف بس مش هيظهر. معلش هو مش هيظهر عشان هو في الملف في الاخر خالص. هنرجع تاني بص حتى الشكل بتاعه عامل ازاي يا اساتذه؟ شايفينه؟ شكله عامل ازاي؟ هختار كومبوننت تاني. انا مع الناس لحد ما تقول لي حاجه. هعمل لك تيست سين. حاضر. تيست سين اهو عشان ما تزعلتيش. بصوا معايا انا اقدر اكتب جواه. شايفين انا بقدر اكتب جواه ازاي؟ تيست سين اهو. مش هنزمره عمل. بقدر اكتب جواه وبقدر اكتب جواه. خلاص؟ فاداني كده كومبوننت اللي انا حاجه انا ما كنتش اقدر اعملها بره. لا هي جاهزه عندي جوه انا بقدر اعملها واربط جواها كود. خلاص؟ واقدر احدد التكست اريا ده مثلا هيتحط فيه ايه؟ يعني لما اليوزر او المستخدم يجي يتعامل فيه عايز يحط فيه نمبر فوق. يعني انا ممكن اعمل هنا مثلا لسته اللي هم يبقى فيها داتا انتري مثلا جوه الفلاش. الليرننج اوبجكت بتاعي في جزء مثلا بيطلب بعض من او بعض الاسئله، ممكن استعين من الكومبوننت دي في الاسئله. حاجه من الكومبوننت ثانيه كده من الويندو كومبوننت اهو. سبيل المثال نختار الراديو باتر. شايفينه؟ اخترت عشان اوريكم كنا نعمل الخاصه. ثواني حاجه ثانيه. علشان ارتب جوه الخصائص بتاعتي ممكن يبقى انبوت وممكن يبقى ليفل ده يبقى قرايه. انا لو قفلت فيه لو انا اقف عليه تاني كده وقفت عليه تاني اهو واخترت الخصائص بتاعته تانيه لو عملت هنا ريد اونلي هيبقى فولس اهو. شايفين الريد اونلي هنا كده عندي ترو فولس. لو خليته فولس مش هيظهر فيه اي حاجه، هيظهر التكست اللي انا حاطه فيه لو انا حاطط فيه تكست فقط لا غير. لو اخترت من هنا طيب مثلا ديت مثلا تاريخ وقفلته، انا كده قفلته. هخش من تيست من كنترول تيست سين. خلاص؟ معايا كده؟ حس
حسب ما انت عايزه بقى. ما احنا ادينا الكومبوننت لسه الكود. انا بقى كده ويندو الخصائص بتاعته بتحكم فيها الكومبوننت دي الخصائص اللي انا داخل فيها، انا عايزه يبقى ايه؟ عايز ايه اللي هيبقى المحتوى بتاعه؟ خلاص؟ وهكذا. انا مش هقدر اشرح ده كله، انا عايز الناس تجرب وتخبط فيها ونبدا نرجع مع بعض. معايا؟ بالظبط. هيبقى فيها كود تاني جوه، عشان كده انا نصحت الناس بكتابه الكومبوننت كامل وازاي تحط كود وتتعامل معاه. وانا هوفر بعض الحاجه، بس اجمع الحاجه ان شاء الله للناس في الحته في الجزئيه دي، هتفتح معاكم سكه كويسه في الفلاش. خلاص؟ متفقين كده؟ هقطع الراديو دي كده، الراديو بطل اهو. الناس معايا ولا سرحت مني؟ ما انا اتاكد من كل الناس عشان انا حاسس ان الناس مش معايا. والله انا بالراحه خالص اهو، انا بخش هختار حاجه نختارها عشان نلعب عليها كده شويه ونشوف شكلها ازاي بس. خلاص؟ انا نفسي اشرح لكم الكومبوننت كامله، مش هدخل عليكم بيها، بس الفكره الناس لما تجرب هتفتح معايا سكه اكتر من انا اللي هشرحه كمان ان شاء الله تعالى. بس انا معاكم لو انتم محتاجين اي حاجه، في اي حاجه انا معاكم فيه. خلاص؟ بس الناس لازم تجرب. تمام كده؟ فانا بفتح سته قدامكم في الكومبوننت دي عشان الناس. انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا لو بدي كورس فلاش كامل هقول لكم كل حاجه، بس حاضر هجهزها بالكود، بعض الاكواد جاهزه هجهزها للناس في ملف واحد واديها للناس، ما عنديش اي مشكله. خلاص كده؟ بس الناس تصبر عليا لو في تقصير مني، علشان بس الظروف اللي انا فيها بتاعت الجدول اللي معايا بتاع الكليه بس. حاضر هجهز لكم مجموعه اكواد تبقى معاكم ان شاء الله تعالى. خلي الناس بس معايا دلوقتي، ناخد طبوع برضه بتشتغل بعد كده. ايه؟ هتركوا بقى اللي انتوا تجربوا الكود ده والاكواد الثانيه، ونبدا تتفاعلوا معايا فيها، تقولوا لي احنا عملنا كذا وعملنا كذا وهكذا. خلاص؟ هبدا اسحب اي حاجه من دول، اسحب دي مثلا، بلاش دي. انا عندي كومبوننت خاصه بالفيديو على فكره، شايفين ده كده؟ هسحب اي كومبوننت خاصه بالفيديو مثلا، هسحب دي مثلا، شايفين ده كومبوننت خاص بالفيديو، يسحب لك الملف بتاعك. هنخش على الخصائص بتاعته. اف ال جي بلاي باك، شايفين الناس ظهر معايا؟ انا سكيت اهو. ظهر معايا.
ظهر كده مع الناس، هو حاطط لك خصائص لكل حاجه حتى الاكس والواي بتاعتها. خلاص حاطط لك خصائص للزراير، كل زرار ايه؟ عايز تغير اسمه، عايز تعمل فيه ايه؟ خلاص؟ للكنترول باص بتاعتك ازاي؟ علشان انت تبدا تغير فيها وتوصل للشكل اللي انت عاوزه. لو عملنا برضو كده كنترول تيست سين، شايفين؟ هنا دي اهو، بس انا لسه ما نزلناش فيديو فمش ظاهر معايا. حط لك الكنترول اهو، شايفين الكنترول؟ هو منزل لك كنترول للفيديو. منزل لك كنترول للايه؟ للفيديو. ايه رايكم؟ انا هجهز ملف كامل فلاش مفتوح فيه كذا كومبوننت والكود اللي مرمي عليها كمان. ايه رايكم كده؟ بحيث ان الناس تخش على الملف تشوف الكومبوننت وتشوف الخصائص بتاعته اتغيرت ازاي. جميل كده؟ خلاص. علشان انا حاسس ان الناس ايه؟ اتكهربت لما اتكلمت في الجزء اللي هو خاص زي الفيجوال بيزك كده. بس انا اتكلمت، انا ما كنتش هكلم على الجزء ده بس حبيت اتكلم عليه علشان يفتح سكه مع الناس كويسه في اللي عايز يتطور اكتر في الليرننج اوبجكتس ويتطور في الفلاش. بفتح لكم سكه مش موجوده، سكه هتفتح سوق عمل كويس للناس، سكه هتفتح لو انت تفوقت فيها هتبقى مميز في الفلاش. خلاص؟ علشان كده انا شرحتها، اديت هنت عنها، ده هنت مش شرح بالتفصيل. بس اللي انا قلت لكم عليه كده، واجهز لكم لو في اي بيبر او اي كتب عندي وقعت معايا هبعتها لكم، هرفعها لكم على الجروب بتاعنا وكده والناس تشتغل عليه. تمام كده؟ خلاص. بصوا بقى الناس معايا، بس تركز في اللي هنقوله ده. ان شاء الله احنا قلنا هتبقى قلنا محاضره كمان باذن الله تعالى. هنتكلم فيها المحاضره الجايه عن ايه؟ عشان الناس تبقى عارفه ازاي هنعمل سيف للملف بتاعنا ونصدره. خلاص؟ هنعمل شاشه تلم لي كذا ليرننج اوبجكت يشتغلوا في مستودع بقى. احنا كنا اتكلمنا على مستودع رقم كامل. فالمستودع الرقم الكامل ده هيبقى عباره عن مستودع رقم فلاش، هنبدا نشتغل عليه. هبدا اخد فيه الاكواد اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الليرن موفي دي، هبدا اجهز مكان ولما اضغط على مثلا الليرننج اوبجكت رقم واحد مثلا هيشتغل في المكان ده، اثنين هيشتغل في المكان ده وهكذا، يعني يبقى عندي ملف كامل مجمع لي كذا ليرننج اوبجكت. وده اللي احنا هنعمله ان شاء الله، المشروع اللي احنا اتكلمنا عليه في بدايه الكورس، اللي احنا هنعمل مشروع كامل متكامل يبقى ليرننج اوبجكت. الناس مطلوب منها في كل واحد لازم يعمل مشروع عشان ياخد الشهاده. والمشاريع دي هنجمعها على المستودع اللي احنا هنعمله ان شاء الله تعالى مع بعض، اللي هو المستودع الرقمي ده. فالناس في ناس، بعض الناس متابعه معايا وبتبعت لي شغلها، وفي بعض الناس لسه. يعني لسه مش متابعه معايا، خلاص؟ فالناس يا ريت تركز بس من هنا لحد المره الجايه تشتغل بحيث ان احنا نطلع ليرنينج اوبجكت كذا ليرنينج اوبجكت ونبدا نربطهم مع ايه؟ مع بعض. معايا كده الناس؟ ده اسم البرنامج اسمه فلاش. خلاص؟ متفقين كده؟ ممكن يكون ده اي حاجه، اي لغه، احنا عايزين نفيد بعض، كلنا يعني جنسيات مختلفه ومن كل البلدان، فانا نفسي الناس، كل الناس تعمل افكارها. كل افكارها، عايزين تعملوا بالانجليزي، بالهندي، باي حاجه. طلع ابداعك، انا عايز الناس تبدع بس، خلاص؟ الكورس ده ينتهي، وفي كورسات تانية هتبقى متلاحقة بإذن الله في مجالات تانية بإذن الله هبقى معاكم فيها، وممكن يبقى أحسن بإذن الله معايا، وهيبقى في تفاعل بإذن الله مع بعض بإذن الله. أنا هقفل الشيرنج وأعيد تاني الصوت. ماشي، هقفل الشيرنج دلوقتي. هسيف ده خالص. وهستقبل أسئلة الناس عشان الشيرنج عامل تو. الناس بالنسبه للمحاضرات، المحاضرات اللي احنا بنسجلها دلوقتي دي اللي بتترفع مؤقتا لحد ما انا اخلص المحاضرات اللي بسجلها ان شاء الله زي ما عرفت.
اشتغلت كل اللي خلصته محاضرتين او حاجه زي كده، بس محاضرتين مدمجين، يعني محاضره مدمجه في محاضره تانية. خلاص هو مش لينك، انا هديكوا اسم الكتاب ثواني اكتبه لكم. ده كان موجود في السوق، بيتباع في السوق، ممكن تلاقوه على موقع النيل والفرات، اسمه دورة، ثواني اكتبه لكم. الناس معايا كده؟ ده اسمه دورة تدريب في كتاب، وحسب البرنامج بتلاقي دورة تدريب في كتاب، مثلا للفلاش، للفوتوشوب، للدريم ويفر، حسب ده الاسم. دار الدار العربيه للعلوم ناشونال دي بتشرح، هي الكتاب مترجم اصلا، بس الكتاب مترجم بطريقه كويسه باللغه العربيه. خلاص فشارح البرنامج، بيشرح البرنامج من اوله لاخره بطريقه كويسه، ممكن تلاقوه على النيل والفرات، موقع النيل والفرات، ده موقع لبيع الكتب، ده موقع لبيع الكتب. خلاص اكيد عارفين موقع النيل والفرات، ده موقع لبيع الكتب معايا كده. معايا كده يا اساتذه؟ ده اسم الكتاب المقترح يعني، بس في كتب تانية لو انا لقيت عندي بي دي افات هبعتها لكم ان شاء الله تعالى. خلاص؟ احنا كده ان شاء الله بقيتنا محاضرة هنجمع فيها الفينشنج بتاعنا، هيبقى في محاضرة تانية مراجعة، ايه رأيكم؟ ماشي. المحاضرة المراجعة دي هتبقى انتوا اللي بتدرسوا فيها مش انا، بمعنى انت اللي هتسألوا واقع معاكم، زي ما رشا تفضلت كده وقالت لنا انا واقع معايا الجزء الفلاني مثلا من الفيديو، فانا هعيد شرحه تاني، هعيد شرحه تاني مع بعض. خلاص فالمحاضرة دي هنخليها منكم انتوا، يعني انتوا اللي هتسألوا وانا هجاوب الحاجات اللي واقعة معاكم في الدورة كلها، بحيث ان احنا نجمع كده المفقود مننا في الدورة كلها او في الكورس اللي احنا كامل ده ونبدأ نشتغل فيه. احنا ان شاء الله المحاضرة الجاية دي هتبقى اخر محاضرة، عايزين نراجع قبل اخر محاضرة ولا بعد اخر محاضرة؟ نعمل تصويت بقى. تشمل الكورس كامل دي صعبه قوي. بعد اخر محاضره ماشي. ما انا كده كده ان شاء الله هسجل لكم كل المحاضرات، بس عشان محاضره واحده تشمل الكورس كامل دي هتبقى صعبه جدا. انا هسجل المحاضرات كلها مع التسجيل اللي اتعمل على الاكاديميه وهفعلكم ان شاء الله على الانترنت. ما انا هسجل المحاضرات تاني هسجل. ان شاء الله هسجلها، ان شاء الله انا سجلت محاضره واحده في ساعه واحده، صعبه، ساعه واحده دي عشان اسجل محاضره كامله على صوت، ساعه واحده مش هتبقى كويسه. حاضر، ما هو اقول والله طريقة العمل هي الشرح. ما هي طريقة العمل هي الشرح، ما هو انا لازم اشرح، مش هحرك ايدي وخلاص. ما انا هحرك لك ايدي وقلت لك ايدي كده وقلت لك بيعمل كذا واعمل كذا، لازم اشرحها برضو. الناس معلش يعني تعذرني معلش والله انا مقصر معاكم، انا عارف هعمل لكم كل اللي انتوا نفسكم فيه. حاضر، هعيد شرحها تاني بطريقه احسن واقيم كمان.
خلاص كده. في حد عنده اي تساؤل في اي حاجه مشاركه معاه؟ لا والله مفيش اي تعب، ان شاء الله انا بستمتع معاك وبيكوا يعني. بس هي المشكله الوقت، بس هو الوقت لم يسعفني. بس انا سبت محاضره وكان فيها تجربه، هبعت لكم اللينك بتاعها، انا رفعتها على القناه بتاعتي، بس هي محاضره في محاضرتين علشان برضو الناس تبقى عارفه ان انا بسجل مش ساكت يعني. خلاص هبعت لكم اللينك بتاعها حالا دلوقتي، هي على القناه بتاعتي. وهرفعها على قناه الاكاديميه، بس انا عايز ارفع على قناه الاكاديميه كل المحاضرات كامله. انا حتى يعني المحاضره اللي انا اشتغلت عليها دي كتست كده بس كان كويسه، جمعت كل المحاضرات، جمعت محاضرتين الاولانيين في محاضره واحده. فانا هخلص كل المحاضرات وارفعها على القناه الشخصيه بتاعتي وقناه الاكاديميه بحيث كل الناس تشوفها وتبقى موجوده يعني وقف لكل الناس مش على حد يعني. هديكم اللينك دلوقتي عشان برضه الناس تقولها. والله ما فاكر كام، هعرف بالظبط كام المده بتاعتها واقول لك دلوقتي. انتوا شوفوها بقى مدتها قد ايه. ما هو كل يوم انسى المحاضره الوقت، بس والله انا عندي محاضرات في الجامعه كل يوم. خلاص الناس مش قادره تستوعب، والله انا نفسي انشر كل يوم محاضره، ده حاجه يعني هيبقى حسنات كتير ان انا اخدها. خلاص المحاضره اللي انا يعني عملتها ربنا الناس كلها، انا ما بعملش حاجه، ده حاجات كلها ليكم انتوا. في اي اسئله تاني في المحاضره النهارده؟ الناس بس تعذرني على لخبطه المواعيد، انا متاسف ان انا بسهركم عشان انا الناس يا ريت ترفع الحاجات اللي هي المواقع اللي عايز ترفعها دي على الجروب عندنا بحيث ايه نقدر نستفيد منها كل. في حد انا محتاج مني اي حاجه؟ اي تساؤل في اي حاجه؟ انا برضو زي ما اتعودت معاكم هقعد 10 دقايق وربع ساعه بعد المحاضره على الفيسبوك بتاعي على الماسنجر بحيث ان لو حد عايز يتواصل معايا. خلاص المره الجايه اخر محاضره زي ما الدعم الفني تفضل كده، واللي بعديها مراجعه ان شاء الله. تقصير حصل مني في الدوره وسامحوني عليه معلش. المحاضرة الجاية إن شاء الله هناخد بقى باقي الأقوال بتاعتنا فيها علشان خالص، وإزاي هنصدر الملف يطلع بالشكل إيه؟ إيه الصيغة اللي هيطلع بيها الملف بتاعه؟ وإزاي نجمع مجموعة ملفات في ملف واحد اللي هي بنسميها مخزن بقى، هنعمل مخزن كده جوه الفلاش، نقدر نعمل مخزن صغير جوه الفلاش نجمع كذا حاجة مع بعض. تمام كده؟ زي ما تعودنا انا بقى موجود اونلاين دلوقتي على الفيسبوك بتاعي وعلى الماسنجر عشان لو في اي حد عايز يتواصل معايا في اي حاجه. خلاص لمده ربع ساعه كده تلت ساعه ان شاء الله. الناس معايا ولا محتاجين مني حاجه تاني؟ اشوفك معاكم. انا دلوقتي موجود على الفيسبوك بتاعي والماسنجر بحيث ان لو حد هيتواصل معايا فيه انا تحت امره. لا
يلا السلام عليكم ورحمة الله. أنا هسيب الغرفة ولا أقفلها دعم فني؟ ماشي حاضر خلاص، هقول لك أنا الغرفة. يلا أشوفكم على خير، حد محتاج حاجة مني لآخر مرة؟ خلاص كده؟ يلا أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.